بيقول لي اجازه واكيد مش قالوا لي حاجه عنها صلاح. طب وبعدين؟ بعدين مش عارف. هي كانت بنت واحده ولا كنت فاتحها مفروش؟ فيها جدع والله العظيم كانت بنت واحده بنت 60 الكلب. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن بقى نشوف واحده من البنات اللي كانوا معاها في الشيفت ونغب عليها. يا عم يا ناصر مصايب انت كمان. اعمل ايه؟ بفكر معاك. ادي رقمها يا عم. مقفول من الصبح انا. يا عم اخلص ادي رقمها. يا ريمو مساء الفل يا حبيبي. كنت عايز منك خدمه كده. ربنا يبارك لك. لا هديك رقم بس كنت عايز بياناته. الله يخليك. ماشي حبيبي خد معاك اهو. حاضر 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 يا اللي على الباب. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال عايده فين يا امه؟ مش موجوده يا ابني. خير؟ ده خير. احنا معاه في الشغل. ما جاتش بقى فتره قلنا نسال عليها. انتوا معاه في الشغل؟ عليا الحرام لو حست طلع على شغل. انتوا مين وعايزين مني ايه؟ عايده فين؟ في الشغل يا ابني. وبتيجي براحتك. قبل ما تهج من هنا ما سابتش معاكي حاجه؟ ما سابتش فلوس يعني؟ فلوس ايه ده؟ احنا حياتنا ضنك وعيشتنا ضنك. بقول لك ايه، شغل الصعبانيات ده مش هاكل معايا. فين الفلوس؟ ما تنطقي. حاضر يا ابني هجيب. انطقي يا وليه قبل ما تغيب مني. حاضر يا ابني. حاضر هجيب لك الفلوس. يلا خلاص. حاضر يا ابني. حاضر. حضر لك الخير. ايه ده؟ أهو. هم دول؟ ما تاخدهمش كلهم عشان خاطر العمليه. يا ستي خدي مش عايزينهم واديك قدهم مرتين بس. قولي لنا سكتها ايه. حاضر يا ابني هقول لك. هي مش سايبه لك النمره الجديده؟ سايبها لي يا ابني. انت حافظاها؟ حافظاها يا ابني. حافظاها. حافظاها. كلميها. حاضر. حاضر. طب قولي الو. حاضر يا ابني. حاضر. الو يا عايده. بنت هي سايبه. يا بنت الكلب. متأكد يا صلاح؟ ايوه متأكد طبعا. ايه ده؟ في ايه؟ وايه الفلوس دي؟ مساجد البنت دي. تعالى لموني الصورة دي لما نشوف ايه الحكاية. يا عم هنرجعها وحياة امي هنرجعها. امنع كلام صلاح. يا عم في ايه؟ غلطه وعدت والفلوس دي هترجع حتى من بطن الحوت مش من ايد الحكومه. يا ده انت دماغك ايه جزمه؟ عمال تقول لي هرجعها رجعها يا صلاح. ما في ايه؟ ما بالراحه يا صاحبي. مفيش بالراحه. انت كل مره توقعنا في مصيبه اوسخ من اللي قبلها وبشيلها، لكن تيجي تشق السنين. لا يا صلاح كده يا سيد. واوسخ من كده كمان. جرى ايه؟ مش عارف تبقى راجل؟ عمال تجري ورا بنت شمال وجايب المهلبيه على صدرك. مش عارف تبقى راجل؟ قول لي وانا احطك على وضعك يا صلاح. لا وكمان عايز لك جوازك اختي. بقول لك ايه، ما تلبسش دي لدي. انت عارف ان انا راجل واقدر احمي اختك، وبكفايه بقى الكلام اللي بتقوله يا سيد. ايه مزعلك كلامي؟ طب زياده فوق كلام يا صلاح. موضوع اختي تنساه من دماغك خالص. ليه يا جدع؟ الله البنت عايزاني يا اخي ومعرفاك الحوار وانا اولى بيها يا سيد. وكلامها كله ملوش عندي عازم. انت بتتلكك بقى. ده انت ابوك نفسه. ابوك بيقول لي ما تجوزهالوش. يا عم كان ينفع نفس ابويا، وانت من امتى بتسمع نصايح ابويا يا صاحبي؟ يا عم ولا صاحبي ولا صاحبك. صح انت نفسك ترتاح يا جدع. بقيت كده يا سيد؟ يا ابو صلاح هتروق. اوعى من على دماغي دلوقتي يا سيد. جدع عليك يا جدع. يا جدع سيبني دلوقتي. خد طيب. خد عايزك. يا جدع عايزك تعالى كلمتين. اقسم بالله.